السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بالخير والمسرات، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة والمباشرة من برنامج فتاوى، والذي يأتيكم يوميا على تلفزيون حضرموت. اليوم هي الحلقة السابعة، يعني ذلك أنها مرت 7 أيام من هذا الشهر الفضيل، 7 أيام من صحبة مع القرآن، من صلاة التراويح، من اجتماع الأهل وصلة الرحم. 7 أيام يعني ذلك ربع الشهر إن صح التعبير. نحتاج إلى وقوف، إلى مراجعة، إلى تقييم، كيف مرت علينا هذه الأيام، أيام الرحمة، ونحن نستعد لاستكمالها، وبعد ذلك نذهب إلى أيام المغفرة. تمضي الأيام، لكن كيف تمضي؟ وهو السؤال الذي يجب أن يسأله كل شخص لنفسه. في هذه الحلقة يسرنا أن نستضيف الدكتور زين بن محمد العيدروس، وهو رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة حضرموت وخطيب جامع الروضة بالمكلا. أهلا وسهلا بكم دكتور الله. زين، الله يحفظكم، حياكم الله. ربع الشهر مر، نعم، ما باله قد عجل الخطى منذ استقر خباؤه، وهكذا زمن السعادة لا يطول بقاؤه. الأيام الجميلة تمضي سريعا، ما على المسلم إلا أن يحافظ عليها، كما قال قائل: إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكون، وإذا درت نياقك فاحتلبها، فلا تدري لمن يكون الفصيل. نعم، يستغل نعم. الإنسان بإذن الله. نسأل الله يتقبل ما صمناه وما قمناه، وأن يبارك لنا فيما تبقى من هذا الشهر الفضيل. نذكركم بأن هذه الحلقة تأتي على الهواء مباشرة، بإمكانكم الاتصال عبر الأرقام التي تظهر تباعا أسفل الشاشة لإبداء أسئلتكم في أمور دينكم ودنياكم. دكتور زين، قد تحدثنا البارحة في حلقة الأمس عن العادات الحضرمية، والتي أوردتموها في مقالكم: الدرر البهية في التراتيب الحضرمية الرمضانية بأدلتها الشرعية. تحدثنا عن التشهير أمس، وقيام كل الأهالي بمباركة الشهر لبعضهم البعض. اليوم ننتقل إلى النقطة والعادة الثانية، مواساة الأهل لأهلهم وجيرانهم عن طريق الهدايا والصدقات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، أما بعد، الهدايا والمواساة بين الناس مقصد شرعي عظيم لتآلف القلوب، فالشريعة الإسلامية ندبت المسلمين أن يبذلوا قصارى جهدهم وأموالهم ومحبتهم وأوقاتهم فيما بينهم من أجل التعاضد، من أجل الترابط، من أجل التكاتف، من أجل التعاطف، خصوصا في شهر الرحمات، شهر النفحات. وجرت العادة منذ القدم أن الناس يعملون الإفطار ويهدون جيرانهم أو يواسونهم أو يتصدقون عنهم، لها 3 نواحي: أقاربهم هدية، والمحتاجين صدقة، ومثلك يعني مواساة. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام سماه كما في حديث سلمان الفارسي الطويل الذي أخرجه ابن خزيمة والبيهقي، قال: وهو شهر المواساة. لهذا قال العلماء، سأل بعض العلماء: لما شرع الصوم؟ قال: حتى يجوع الغني ويعرف يعني جوع الفقير، جوع الفقير، ويتصدق عليه. فإذا فعلى الأقل الإنسان إذا لم يستطع أن يؤثر بماله للآخرين ويقدم غيره على نفسه، أن يواسيهم ببعض إفطاره، ببعض ما أعطاه الله سبحانه وتعالى. وهذا أستاذ أيمن يضوي روابط المحبة حقيقة، يعني من أعطيته شيء يعني تجلب إليه قلبك، سبحان الله. إذا كان السلام، افشوا السلام بينكم، تسلم على شخص لا تعرفه يتحببه إليك، فما بالك بالمال؟ والمال قريب إلى النفس، يعني بذل المال شاق على النفس، وإعطاء الآخرين يكون سببا لجمع القلوب وجمع المحبة. هكذا الدنيا، لا الدنيا تمر سريعا، لكن لا يبقى إلا الجبر الجميل كما يقال. وهذا من مقاصد الشريعة التي ندبت إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في حديث: من اشترى فاكهة فليسترها حتى لا يرى أطفال الجيران هذه الفاكهة ويتحسرون وهم ليس معهم شيء. من عمل مرقا فليزدها ماء، وهل يهدي لجيرانه. الشريعة الإسلامية لو نظرت فيها وجدت فيها نوع من التكافل،
يعني التكافل، الإسلام الشريعة الإسلامية كلها مبنية على التعاضد والتكافل. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمتي إخوانا. جعل الله سبحانه وتعالى الاختلاف في الأنساب، جعلناكم شعوبا وقبائل للتعارف. الاختلاف في القبائل سبب للائتلاف، الاختلاف سبب للائتلاف، قريب صغير كذا حبيب بعيد يعني يتهادون ويتعاطفون، تأتي المرأة الرحمة وتأتي القوة الإسلامية. نعم، وليس ذلك بقصد الحاجة، قد يكون يعني بقصد التهاد وتحابب. نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه أبو نعيم أو الإمام أبو يعلى في مسنده والطبراني والبيهقي، قال عليه الصلاة والسلام تهادوا وتحابوا من الهدية تأتي المحبة. ما بعض الناس يفهمون هذا حديث عكس، يعني تضاربوا تأتي المحبة، من اللفظة العامية من الهدة، هدى يهدوا، وهي لها مصطلح يعني أصل لغوي صحيح، من هد البيت أن أي سقط، والتهدي أنه يهدوا أي صغضه، لكن لا هذا غير صحيح، من من الهدية والعطية. وعندنا مثل الحضرمي يقول شبعان ويحب الهدية. لا نعم أكيد، حتى قريبك ولو كان غنيا، ولا أمك وأخيك وغني، لكن في السنة تعطيهم هدية كذا يعني صحيح، يكون لها أثر في النفس، سخامة النفس والحقد وكذا الضغان كلها ستذهب. صحيح. استقبل الاتصال الدكتور زين. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا أخت مروة. أيوه تفضلي. معي سؤال للأستاذ زين. تفضلي. ما حكم زيارة القبور للنساء؟ طيب تمام، شكرا أخت مروة. تسأل أختنا مروة عن زيارة القبور للنساء. طبعا عندنا الشافعية مكروهتون، لماذا؟ لأنهن لا يصبرن، وقد مر النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة وهي تزور قبرا لابنها وهي تبكي، وقال احتسبي ابنك، فقالت إنك لم تصبي مصيبتي، لم تعرف رسول الله، فلما أخبرت ذهبت الرسول قالت يا رسول الله يعني لم أعرفك، قالها إنما الصبر عند صدمة الأولى. أولا لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فمعناها جائز، وهنا يدخلنا تحت كنت نهيتكم عن زيارة القبور ولا تزوروها النساء، لكن هذه أما حديث لعن الله زوارة القبور، هذا حديث أولا مختلف فيه وعلى افتراض صحته، أي اللاتي لا يصبرن ويجزعن ويبكين ويندبن الأموات، ليس مطلقا، ليس مطلقا، بدليل هذا الحديث الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما قالها ما يجوز لك الزيارة، احتسبي، نصحها النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا قالوا أنها مكروهة للمرأة. ليه؟ لأنها لا تصبر، إلا إذا كانت تصبر وما عندها شيء وزيارة شرعية صحيحة لا إشكال في ذلك. هذا حكم شرعي عند الشافعي وعند كثير من الفقهاء. نعم نعم. بالنسبة للرجال، الرجال لا مطلقة، مستحبة، مستحبة جدا، خصوصا يوم الجمعة، فورد فيه فضل كبير جدا من زار قبر والديه. والإمام السيوطي له كتاب تكلم عن أحوال القبور وكيف أنهم يتزاورون وأن واستحباب زيارتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يزور البقيع كل ليلة، يزور البقيع صلى الله عليه وصحبه وسلم، سيدة عائشة كانت أيضا وغير ذلك، وثابت لا إشكال فيه. نعم جزاكم الله خير دكتور زين. معنا أم فاطمة. السلام عليكم أم فاطمة. معنا أم فاطمة وفقدنا الاتصال. لا طفيت الكرهب. أم فاطمة. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت على الهواء أختي تفضلي. أيوة قد أمس سألتك على المسألة على حق أمي وجاوبتني على صيامها. نعم مرحبا. أيوة نعم سألت عن صيام. هي عبرت، هي أول بالحين لها قلاق الرابع من السنين، أول ما وقع فيها اتصلوا منها قريب رمضان وما سمح لها الدكتور تصوم. نعم. بعدين تعافت السنة الثانية وصامت. سبحان الله. وده السنة ماشي رجع فيها المرض. سبحان الله. الحين هو الدكتور والله ما ندري، هو قالها ما تصوم ولا ما تصوم، بس هي لأنها تلقي جرعة وتتعب ما تقدر بلا الماء. وهي كبيرة في العمر. طيب ربنا يعطيها الصحة والعافية. مرحبا. وأنت قلت لي إحنا نخرج ذا، وهي قالت لي زيد تخبرك يمكن تديش الورثة منه. نعم تمام. نجيبك. نجيبك يا أخت أم فاطمة، يعطيك العافية إن شاء الله. وربنا يعطي الوالدة الصحة والعافية إن شاء الله، يطمنكم عليها وتقوم بالصحة والعافية إن شاء الله. إن شاء الله يلا جزاك خير. الله يحفظك أختي. سألت البارحة عن
والدتها كانها عافانا الله واياكم والسامعين والمشاهدين بالسرطان يا رب العالمين. فتاخذ جرعات وتتعب. نعم. كيف قعدت 4 سنوات ما صامت، وينظر كما قلت لك استاذ ايمن الى نفسها واهل الخبره واهل الطب، قالوا هذا مرض لا يرجى بره، يعني مزمن، هذا مباشره يخرجون عنها كفاره، عن كل يوم مدن 625 جراما من بر او ارز. هذا الاشكال فيه. طيب الان مثلا الدكتور مثلا قال ما تقدر تصوم، جرعات صعبه، فثم خلاص افطرت، لا يمكن تصوم ابدا، تخري الفديه. فاذا استطاعت وفديتها صحيحه، سبحان الله ربي شفاها واستطعت ان تصوم، اذا كفارتها سابقه صحيحه. الان اذا استطاعت ان تصوم فبها ونعمت، وعليها القضاء إذا استطاعت أن تصوم فيما بعد وشفاها الله عز وجل. طيب لكن إذا كانت لا تستطيع إلا بمشقة كبيرة في السن أو هذا المرض غالبا، لا ينبغي أن تلزمون أمكم بالصوم. إذا كان الصوم يتعبها، يعمل لها مشقة شديدة لا تطاق، يجعلها تدوخ وتسقط، هذا لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. عليها أن تفطر، ثم بعد ذلك عليها كفارة، لأن هذا مرض مزمن. إذا كان هذا حالته وهذا تشخيصه، يرجع في هذه القضايا إلى أهل الطب، وقال العلماء أيضا إلى النفس، إذا كان ما عاد يعرف أن هذا ما يستطيع أن يصوم كذا، ما في مشكلة، يتبع نفسه. نعم، هذا باختصار الحكم الشرعي في هذا. نعم. والسنوات اللي مرت المرض صحيحة، أخرج كفارتها صحيحة، وليس عليها صيام، لان الطب حقيقه ليس قطعي، يقول لك هذا لا يجبره. صح. وفي بعدين سبحانه وتعالى يشفيه الله. طيب السنوات التي اخرجوا عنها المد صحيحه ولا قضاء اطلاقا، الان استطاع ان يصوم ولا اشكال. نعم. ما سبق صحيح، هذا نص عليه الفقهاء. صحيح. نعم، خصوصا انه هذا المرض في حالات شفيت وفي حالات لم تشفى. صحيح. فالقطع فيه ايضا مساله. هذا واحد. ثانيا اذا كانت كبيره في السن، ربي قال على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ابن عباس هو الشيخ والشيخة الكبيران في السن لا يستطيعان أن يصومان إلا بمشقة، بعضهم قدر، قالوا على الذين يطيقونه أي لا يطيقونه، لا، والأفضل عدم التقدير. لماذا؟ لأنه الآية نفسها تقول في قراءة وعلى الذين يطوقونه، أي يصومونه بمشقة، تبين المعنى. فالصوم بمشقة معفوا عنه صاحبه، عليه الكفاره ولا صوم ابدا اطلاقا، خصوصا كبار السن ما يقدرون يتحملون الصوم. صحيح. ولا ينبغي ان نلزمهم، كثير من الناس ما عنده كبير في السن يقول هاتوا طعام، او يجيع او يسقط او نحو ذلك، ما يجوز. او هو بغى يصوم احيانا يصوم لا اشكال، لكن اذا كان يؤدي الى نفسه الهلاك حرام. اذا كان يؤدي ولا يترك بيدكم الى تهلكه، ياثم الانسان اذا كان صام. وللنبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك العصاة، أولئك العصاة، لما رأى ناس في السفر ما هؤلاء، قال الناس متجمعين عليهم ويعني يعطونهم هواء، قال هؤلاء الصوام، قال هؤلاء المفطرون، أولئك العصاة، أولئك العصاة. انظر كيف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، خالف أمر النبي عليه الصلاة. نعم، إن شاء الله تكون وضحت المسألة. نعم. لأختنا السائلة، وربنا إن شاء الله يعطي جميع المرضى الصحة والعافية بإذن الله. نعود لموضوعنا دكتور زين، وهو إهداء الناس لبعضهم البعض الهدايا في رمضان، سواء كانت عمر الخطاب أو غيرها، رضي الله عنه قال ثلاث يثبتن الود لك في قلب أخيك: أن تدعوه بأحب الأسماء إليه، وأن تبدأه بالسلام، وأن تهدي له شيئا ولو سواكا. شوف كيف، ولو سواك، الهدايا تقوي أواصر المحبة. وهذا أمر، وإذا كان أعطوهم من التمر أو من الطعام وفطروا به ابتداء نالوا أجر الصيام. قال عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما كان له مثل أجره من غني أنقص من أجر شيئا، كما أخرجه الطبراني وأبو داود بسند صحيح. نعم. والحديث في ذلك شهيرة كثيرة جدا، التواصي والتواسي بالحق وبالخير وبالصبر، مقاصد عظيمة جدا ينبغي الإنسان يستمرون عليها مع شدة. الناس اليوم في بلادنا هذا إلا أنه يهدون لجيرانهم وأحبابهم يتعهدون جيرانهم. أيوة. ذوي الحاجة. جزاكم الله خير دكتور. أبو عبد الله من الغيل، السلام عليكم أبو عبد الله.
من غير البوزير. حياك الله، تفضل. معنا أنا تفسير الآية. تفضل. قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى نهاية الآية. طيب. نعم. قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. تفسير هذه الآية إلى نهايتها. نعم. تمام. يلا شكرا. جزاكم الله خير أخوي أبو عبد الله. يسأل عن آية الصيام: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وإلى آخر الآية. لي رسالة تأملات في آيات الصيام، تكلمت عنها وهي متاحة بالنت، تأملات في آيات الصيام، وينبغي للمسلم أن يرجع إلى تفاسير القرآن الكريم الموجودة، من أحسن تفسير ابن كثير ويعتني بالدليل وصحته. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هذا الرفث كناية عن الجماع، يعني لا يجوز للرجل أن يقترب من زوجته نهارا أي بالجماع، لكن يلمسها لا إشكال فيها من غير شهوة وهو صائم، لكن أحل الله عز وجل الليل كله وهو صالح للاستمتاع الرجل بأهله. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هنا لباس لكم وأنتم لباس لهن، وهذا تشبيه بليغ، لعلنا السنة الماضية تكلمنا عن هذه الآية ووقفاتها، شبه الرجل المرأة باللباس للرجل بما فيه لما في ذلك بينهما من المحبة والوئام. والمهم الإنسان الله سبحانه وتعالى، هذا أول الآية، لما نهاية الآية في أحكام شرعية كثيرة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم أنتم لباس لهن، إلى آخر الآيات المباركات. فهي تحرم الاقتراب من المرأة نهارا بالجماع، كذلك القبلة والشهوة. نعم. فالسيدة عائشة كان الرسول يقبل النساء في رمضان، قالت: أيكم يملك إربة كما كان الرسول يملك إربة، أي شهوته. نعم. هذا تقبيل المرأة لزوجته، فإذا علم من نفسه أنه لا ينزل منه مني ولا شيء مكروهة، وإذا علم أنه شيء يحرم ويبطل صومه ويجب عليه المساك والقضاء. نعم. وهذه الآية جاء بتعبير سام بالتعامل مع النساء، ولأنهن لباس وهي الرجل لباس للمرأة، تعبير عظيم جدا وكناية، وينبغي أن يكني كما هو منهج القرآن الكريم هذا باختصار في أول هذه الآية، وهي آية طويلة تكلم عنه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهو طلوع الفجر الثاني ليس الأول، الفجر الصادق. وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن بلال فكلوا واشربوا، وإذا أذن ابن مكتوم فلا تأكل ولا تشربوا. نعم. لأن يأذن إذا قيل له أصبحت أصبحت. نعم. لدينا اتصال من أخت أم عبد الله من الحامي. السلام عليكم. فقدنا الاتصال بالأخت أم عبد الله. نعم. طيب، معنا اتصال ولا نواصل؟ مواساة الناس، وكما كنا نتحدث عن الـ عن الـ عن الهدايا، هذه نعم. ضمن العادات التي درج الناس عليها جداً، وهي لها أصل في الشريعة، تفصيل شرعي. نعم. نعم. النقطة الثالثة التي أشرت لها دكتور زين: تذكير الناس بنية الصيام لكل يوم. نعم. عندنا في المساجد في حضرموت جرت عادة أنهم يذكرون الناس بالصوم، في الوادي يقولون اعتقدوا على الصوم فقط، الساهل عندنا يقولون نويت صوم غدا عن أداء فرض شهر رمضان لله تعالى. هل لها أصل شرعي؟ نعم. أولا ورد في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهر بالتكبير، في رواية بالذكر، أو في رواية برفع أصواتهم بالتكبير بالذكر، هذا حديث صحيح البخاري. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة برفع صوته، يعلمهم الأذكار، وهذا من التعليم، وإلا الأصل النية في القلب. نعم. والتلفظ بها مستحب عند الشافعية. نعم. سنأتي إلى تفصيل. نعم. هذه المسألة، لكن نذهب إلى عبد الرحمن من الحديدة. عبد الرحمن. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخوي، شهر مبارك، كل عام وأنتم بخير. علينا وعليكم. معكم عبد الرحمن عيدي من الحديدة. أهلا وسهلا بأهل الحديدة، كيف حالكم؟ اللهم الله. لك الحمد. ممكن نكلمك شيخ؟ تفضل شيخ، يسمع لك. يا أخي، معنا إمام يصلي بنا، وعند الانتهاء من الصلاة دائما يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليهم ورحمة الله. ما قول الشرع في ذلك؟ عليهم. في المرة الثانية أيوة. يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليهم ورحمة الله، يعني في الأولى السلام عليكم، وفي الثانية يقول السلام عليهم.
ما هو قول الشرع في ذلك. تمام. حاولتوا انتم تسالوه ايش قصده بهذا الشيء؟ ها؟ حاولتوا تسالوه ايش قصده عليهم ولا ما حد ساله؟ والله في بعض الناس يصلوا قالوا بانهم يقولوا ان هذه صلاه المشعوذين، انا سالنا واحد قال هذه صلاه المشعوذين. لا حول ولا قوه. بس احنا نحب نتاكد من الشيخ. تمام، جزاكم الله خير. يلا شكرا اخي، شكرا اخي العزيز. يعطيك العافيه. نعم. لا هو السلام هو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمه الله فقط وبركاته زيدت في صلاه الجنائز عن بعض الصحابه، وتكلم الشوكاني في الاوطار على ذلك. ولكن السلام عليكم اصلا قال العلماء يقصد بها المسلم السلام على من على يمينه من الناس، والسلام عليكم الثانيه على الملائكه الكرام. فهذا الرجل لعله والله أعلم أن يقصد السلام عليهم يعني هم منهم الملائكة، لكن الصيغة لم ترد، لم ترد، لم ترد حسب محفظه، لم ترد هكذا. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في صلاة الجنازة، وبعضهم حتى يجعلها في صلاة الفرض. نعم، لكن ثابت أكثر روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة توقيفية، الصلاة توقيفية، واعتراض الأخ في محله ومن أهله، لأن الصلاة توقيفية والعبادات توقيفية لا يزاد فيها إلا ما ورد النص بالزيادة أو ترك المجال فيه. فالدعاء قمنوا أن يستجاب لكم في السجود، ونعم لا مشكلة أن تأتي بدعاء، فإذا تأتي على التشهد أتي به ما تشاء من الدعاء. فلفظة عليه ماذا غير صحيح، وهي لا تبطل الصلاة، إنما يرشد مكروهة، مكروهة إلا إذا اعتقد أنها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قد يدخل في الضيق والحرج والإثم. نعم. بل الأصل أنها مكروهة وينصح برفق. يا نعم، قالوا العلماء أن مقصود السلام، لماذا تسلم هنا وهنا؟ السلام الأول تسلم على الذين صلوا معك، والسلام الثاني على الملائكة، هكذا وقيل غير ذلك. نعم، عليهم مثل ما قلت أنه ينبه الرفق. خصوصا أنه الناس بيقولوها تأويلات، تأويل آخر، لا يقول لك أنه هذا تركوا فعله ونحو ذلك، لا ما يصير. ما يصير، نحن بلاد محافظة، بلاد سنية، بلاد مسلمة، هذا باختصار. جزاكم الله خير دكتور زين. ابو عبد الملك من تريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لدي سؤالين للشيخ العيد الروس. تفضل. تفضل. يا شيخ زين، معانا رجل في اذن قبل المغرب بعشر دقائق بسبب الغيام او ما انتبه للساعه في المنطقه عندنا، فافطروا الناس، ثم في نصف الاذان وقف كأن أحدا أعلموا بأن الأذان عاد ولم يحن بعد، والجماعة هنا فطروا. طيب. فهل صومهم مقبول أو جائز أو منهم عليهم الإعادة أو القضاء؟ تمام، وضحت المسألة. السؤال الثاني، النجم داود في بعض المساجد في القمرية، النجم داود النجم السداسية، يعني يعملونها قد يكون لا يعرف اللي مصنع هذه القمريات، فهل هذا في حرج أو في إثم أو شيء؟ نعم، النجمة هم يعتقدون أنها من التراث الإسلامي. هو ذا نريد الشيخ أن يفتي فيها. الله. تمام، شكرا أبو عبد الملك. حياكم الله. يعطيك العافية. مؤذن بطريقة أو ما أشكل عليه الوقت، أذن قبل عشر دقائق. نعم. وأفطر الناس معه، ثم منتصف الأذان أدرك أنه والناس فطروا. والناس فطروا. طيب. بطبع أول هناك عندنا قاعدة شرعية. لا عبرة بالخطأ البين خطأه. معنى هذا أن الذين أفطروا قبل وقت الميعاد وقبل غروب الشمس عليهم القضاء فورا، عليهم الإمساك أول ما سمع وقف وعرفوا أن الوقت ليس وقت الأذان، يلفظون ما في أفواههم من طعام ويمسكون حرمة للصوم، ثم بعد ذلك عليهم القضاء ولا إثم، ولا إثم. كذلك المؤذن إن كان فيه تقصير يأثم، لكن ما في تقصير، أخطأ ساعته، تأخرت تقدمت أو شاف شيء، فلا يأثم، لا يأثم وعليه. نعم، لكن أما إذا كان عمدا يتحمل إثمه. الذين أفطروا وإثم عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى، لكن عليهم القضاء، عليهم القضاء في كل الأحوال، لأن الأصل بقاء النهار. نعم، ولا عبرة بالخطأ البين خطأه. وإن كان عن مثلا الرجل اجتهد
مثلا افتراضا جاء اجتهد ما في ساعة اجتهد، حتى لا عبرة بالخطأ البين خطأ، هذا بان خطأ فقط ماشي عليهم مثل عليهم الامساك في هذا الوقت، بس عليهم يوم وعليهم يوم أكيد في صفطة ما يتحملها لا يتحمل لا يحملها الإمام لا لا, لا 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 الإمام مثلا مثلا حتى الإمام المسجد يتحمل الإمام الفاتحة، ما أدرك الإمام مسبوقا تسقط عنه الفاتحة يتحمل الإمام إذا كان الإمام أهلا للتحمل، إذا كان متوضيا، أما إذا كان بلا وضوء يسلم يقول المسبوق يأتي بركعتين لأنه ما تحمل، هذا مسؤولية العبادات، هذا مسؤولية كبيرة جدا، وهذا باختصار في هذه المسألة. نعم، المسألة الثانية ندعها إلى أن نستقبل اتصال أم أحمد. السلام عليكم أم أحمد. أم أحمد أيوة تفضل يا أختي. السلام عليكم. السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبغى أستفسر عن الرضاعة. الرضاعة أيوة أيوة، يعني كيف هي الرضاعة إذا كان الطفل رضاع وشبع أو الصوت يقطع شوية أخت أم أحمد، ممكن تعيدي السؤال بعد إذنك؟ أيوة الصوت يقطع التغطية يمكن. اسمعينا احنا من الهاتف، خفضي صوت التلفزيون، قفلي التلفزيون لو سمحتي الصوت. أسف فقدنا الاتصال بالأخت أم أحمد. تنويه بس للإخوة والأخوات أنه في حال الاتصال للبرنامج نخفض صوت التلفزيون ونستمع للسؤال من سماعة الهاتف حتى يكون واضح لنا ولكم. السؤال لأخينا أبو عبد الله الثاني عن وجود نجمة، نعم هو سماها بأنها تشبه نجمة داود، نعم موجودة في المسجد، ما حكم ذلك؟ أولا طبعا هذا يعني لا يصح أن يعني لم يرد في سيدنا داود نجمة ولا غير ذلك، هذا كله غير صحيح، إنما فقط في المساجد هي صورة الهلال، الهلال هذا في على منارة المسجد هلال، هذا الهلال إشارة إلى المسلمين أن يتبعون الأهلة وأن مواقيتهم مرتبطة بالأشهر القمرية لا بالميلادية، هذا واحد. اثنين طبعا الهلال حتى يوضع في من باب الفائدة، الهلال يوضع في اتجاه القبلة، الهلال لا يوضع هكذا وهكذا، إذا قبلة هنا هكذا هكذا على منارة، أيوة على منارة حتى يعرف الناس أن اتجاه القبلة هنا، نعم هذا واحد. اثنين ما عدا ذلك لا يصح، وهذا الاجتهادية فقط يعني لا كشعار للمسلمين أصبح شعارا ولم يرد في نص، أما أي شيء نجم السداسية ولا خماسية ولا غيره هذا لم ليس له من الدين وليس له علاقة بالشريعة الإسلامية إطلاقا. طيب وجود إذا كانت زينة مثلا هذا النجف هذا زينة حتى عندنا في الاستوديو موجود، نعم لكن للزينة ربما تعارف عليه أصحاب هي نجوم كشكل كأمن مثل النجم ما يضر، لا يعتقد الإنسان شيء، في بعض المسائل بعض الناس يتصورون أن هذا مثل الصليب يعني هكذا في مسجد في نافذة في مسجدنا يقول هذا الصليب، يقول ما في صليب هذا نجم يعني هذا نافذة خشب كذا خشب هكذا مقصود. ليس مقصودا، الحين حتى في النعال ولا في الثياب يقول هذا فيها صورة صليب ولا هذا في اسم الله عز وجل فضل جلاله، ونعم صحيح في يفعلون يدسون أعداء الدين لكن كثير منها هي عبارة عن تكهنات أو إشغال الناس بمثل هذه القضايا، هل شيء ظاهر حقيقة؟ نعم حتى هذا يعني في صليب من بيعمل مسلم يعمل صليب في بيت الله عز وجل، صحيح ينبغي المسلم أن يكون يقظا حذرا من الأشياء المستوردة من قبل الغرب الكفار الذين ليس لهم دين أو لهم عقائد منحرفة عن دين الإسلام، فيجب أن نبتعد عنه وأن نحافظ المسلمين عنه، ما عدا ذلك فهذا من التكونات والخلاصات ولا يوس ولا يثير فتنة الإنسان، نعم إلا إذا ورد شيء صحيح شيء مخالف للشريعة الإسلامية هذا نعم. نعم هذا باختصار. جزاكم الله خير دكتور زين، استسمحك عذرا والمشاهدين والمشاهدات في أن نذهب إلى فاصل وبعده نواصل هذه الحلقة التي تأتيكم على الهواء مباشرة، فاصل وبعده نواصل هذه الحلقة.
حياكم الله مجددا في هذه الحلقة من برنامج فتاوى على الهواء مباشرة من تلفزيون حضرموت، حيث نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم في أمور دينكم ودنياكم. ضيف هذه الحلقة دكتور زين بن محمد العيدروس، وهو رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة حضرموت وخطيب جامع الروضة. مرحبا بكم مجددا دكتور زين. معنا أم أحمد. أم أحمد؟ أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل أختي. سألني عن الرضاعة. الرضاعة ها. أيوة، قلت الرضاعة يكون 5 أوعاد أو لما يسمع الطفل، أو شروطها الرضاعة؟ طيب تمام، لما شروط الرضاعة من أجل أنه يكون ابنها بالرضاعة. أيوة. تمام. شكرا أم أحمد. الرضاعة متى يستوفي الرضيع رضعاته من الأم حتى يكون ابنا لها من الرضاعة؟ طبعا مذهبنا الشافعي كثير من الفقهاء وهو الأقرب دليلا وتعليلا، وخمس رضعات مشبعات يثبت الرضاعة دون الحولين. لابد أن ترضعه قبل السنتين، السنة الأولى، وتكون هذه الرضعات مشبعات بحيث لا يعرض عن الثدي، يشرب بحيث يعرض، خلاص يشرب أعرض عن الثدي، خلاص الآن تعد واحدة، وإذا عاد لأنه ما شبع تعد واحدة تتبعها استكمال للأولى. استكمال للأولى، هذا واحد. طيب، فإذا طبع بعض المذاهب ولو رضعة واحدة، وبعض المذاهب 10 رضعات، المذاهب الشافعي وسط. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرضاعة ما أنجز العظم وأنبت اللحم، يعني كناية أن 5 رضعات تثير، يعني يظهر في سببه اللحم والعظم، جزء أصبح جزء من الطفل سبحان الله من المرأة، بخلاف الرضعة الواحدة والثنتين لا تضر، ما يكون سببا في تكوين جسم الإنسان. لكن 5 رضعات مشبعات هذا تثبت الرضاع. نعم، دون الحولين. دون الحولين، أذان إذا توفر ثبت له أحكام الرضاعة تماما. هل يشترط فيها الموالاة؟ يعني لو رضعته كل شهر رضعة مثلا، لا إشكال، لا إشكال، يقع يصح، ليس في يوم واحد مثلا أو 3 أيام أو 4 أيام، لا. نعم. لا في مشكلة. جزاكم الله خير دكتور. أم سلطان. والله صيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل أختي. شوف بقى بسأل الشيخ عن الزينة حق رمضان، تجوز ولا ما تجوز؟ الايش؟ الزينه اللي يعلقون هذه حق رمضان، يجوز يعني تعليقها ولا ما يجوز؟ الزينه والبرامج الدينيه، يعني البرامج دي حق المسابقات والبناء، يعني يجوز. تمام، شكرا ام سلطان. تزيين البيوت والأماكن والغرف وما إلى ذلك بزينة رمضان، الآن ما شاء الله أصحاب المحلات شغالين، يعني ما شاء الله كل شوي يجيبوا تشكيلة. حقيقة أنا لي وجهة نظر أن ما ينبغي أن الإسراف في هذا الحد، والناس بأمس الحاجة إلى المال والطعام مع شدة الفقر، ويقول السلف الصالح لقمة في بطن جائع خير من بناء جامع، ما دام أن المسائل موجودة. ونفس الزينة إذا كان من أجل استبشار والفرح لا إشكال فيها، الأصل فيها الجواز الحل، لعدم وجود النهي الشارع الحكيم. لكن من حيث أن الأفضل أم ليس الأفضل، أنا أرى وجهة نظري أنه ما ينبغي الإكثار من ذلك، الإكثار من ذلك. المال هذا ينبغي يصرف في المحتاجين. نعم، كانوا قديما حتى من عادات حضرمية أنهم كانوا يرشون المساجد بالنورة والبيوت، ويعني يستقبلون رمضان، وكان السابقون الإمام ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف ذكر هذا الشيء، وقال كانوا أيضا يخرجون المساجين ويكتبون المصاحف، القرآن الكريم كان مكتوبا، ويجهزونه للقراءة في شهر رمضان. هذا الاستعداد الروحاني الذي ينبغي، ليس فقط في الزينة، فالأصل في هذه الأشياء الحل، إلا إذا الحلال بين والحرام بين، لكن إذا كان وصل إلى حد الصرف يكون حراما، يترك أهل الجيان. إذا حصل فيه نوع من الناس محتاجين ويفعل هذا، هذا مكروه، بمبالغة فعله، بمبالغة فعله مبالغة. نعم، أو التباهي يدخل تحريمه أو كراهته من هذه الجوانب، والأصل جواز، لكن ينبغي أن يستثمر هذا المال إذا كان يبذل مالا في المحتاجين والفقراء وما أكثرهم اليوم.
نعم، ربما تكلفته تكون معقولة يعني حاجة بس لا إشكال فيها، لا إشكال فيها، لا إشكال فيها. من الفرح والاستبشار، لكن صحيح. يحتاج كمان ننور البيوت والشوارع بالإضاءة، ينبغي أن ننور قلوبنا بالقرآن، لا يعني لا يعني ليس فقط نشتغل بالظواهر الرمضانية الموجودة اليوم دون أن نعرف حقيقة رمضان. رمضان تكون إلى الله أقرب، رمضان أن ينير الله قلبك، رمضان أن ينزل الله على قلبك رحمة. هذه المعاني التي يجب علينا أن نحافظ عليها، أن نذهب وأن نفطن لها. نعم، جزاكم الله خير. هناك سؤال آخر لأختنا أم سلطان، لكن نستقبل اتصال أبو عبد الله. أبو عبد الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي أيمن. طيب، حياك الله. كيف حالك دكتور زين؟ الله يرضى عليك. معي سؤال. تفضل. السؤال الأول، ما معنى الله المستعان؟ والسؤال الثاني، نعم، هل لي أن أصلي صلاة الضحى مباشرة بعد صلاة الإشراق؟ نعم، صلاة الضحى بعد الإشراق. أيوة، شكرا يا أبو عبد الله. نعود أولا لسؤال أختنا أم سلطان حول متابعة البرامج المختلفة، المسابقات، والتلفزيون أصبح ربما يستأثر بأوقات الكثير في رمضان. يعني شهر رمضان شهر للقرآن، شهر للصيام، شهر للذكر، شهر للعبادة، شهر للتراويح. ينبغي أن نحافظ على هذا المعاني العظيمة الجسيمة. أما مشاهدة البرامج الهادفة الطيبة، مسلسلات نافعة قرآنية دينية أناشيد، لا إشكال في ذلك. المهم أن الإنسان يرتب وقته ويرتب حياته، لا يسير همجا في هذه الحياة. لا، ربي سبحانه وتعالى جعل لك هدف، فحسبت أن يعني ربي سبحانه وتعالى خلقك عبث إطلاقا. هذا واحد. اثنين، إذا كانت البرامج مسابقات فيها مضيعة للوقت، الجهل بها لا يضر، لا ينبغي إنسان أن يتابعها، يعني ما في على الوقت. بخلاف إذا كانت فيها شيء ما يحرم أو ما يجرم عقائدنا، هذا باطل لا يجوز، كمشاهدة الأنبياء، مسلسلات الأنبياء، هذا ما يجوز متابعتهم، لأن تصوير تجسيم الأنبياء والصحابة حرام عند المجامع الفقهية المعاصرة. الصحابة مختلفة، لكن أكثر علماء على التحريم والتجريم. هذه مسلسلات مذمومة. المسلسلات التي هادفة مطلوبة. القسم الثالث والوسط، المسلسلات التي لا تغني لا تسمن ولا تغني جوع. يقول لك كم عدد النجوم، كم عدد كذا كذا، كم عدد سورة القرآن الكريم. الجهل بها لا يضر. يشغلون الناس اليوم عن أو الفوازير حروف. والغاز الغاز هذا مشغل. أو حتى في القرآن الكريم كم عدد آيات كذا وكم عدد صفحات كذا وعكم، يعني لو أن إنسان جهل هذا هل يضره في دينه إطلاقا؟ هذا أنا أرى أنها مشغلة عن مفهوم القرآن وتدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لا، لا ينبغي. هذه إذن لها ثلاثة اتجاهات، تكون محرمة إذا كان فيها شيء ما يخدش بالحياء والعفة أو مشاهدة تمثيل الأنبياء والصحابة. الأمر الثاني كذلك مشاهدة يكون مباحا، مباحا إذا كان شيء مباحات مثل هذا الذي لا تسمن ولا تغمج، مباح، مضيع الوقت، مكروه. إذا كان مطلوبة فيها فتاوى دينية، فيها مسلسلات هادفة، فيها تشيع للقرآن الكريم، الأشكال في ذلك. نعم، جزاكم الله خير دكتور. نعود لأسئلة أخينا السائل، لكن معنا أم عبد الله من الشحر. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا، تفضلي. معي سؤال. الصوت يتقطع أم عبد الله. نقول لك دعاء الاستفتاح، هل في كل تسليمة في التراويح نجيب ولا في التسليمة الأولى بس؟ دعاء الاستفتاح هل يكون في الركعة الأولى من التراويح أم في كل بداية ركعتين؟ أيوة. طيب. تمام. وفي مسجد عندنا إقامة الصلاة ما يقيمها، يعني صلاة العشاء يقومها مباشرة، يقول استووا بس، هل دي يعني صحيح ولا لا؟ ما يقيم الصلاة؟ لا، بس يأذن يعني مباشرة يقيم الصلاة، يعني يقول استووا خلاص بدون إقامة الصلاة. طيب. طيب. شكرا. شكرا أم عبد الله. نعود لأسئلة أخينا أبو عبد الله، عن يسأل عن الله المستعان. نعم. هذا استخدام هذه الله المستعان على ما تصفون. المستعان أي الذي يطلب منه السين والتاء الطلبية. مستعان الذي يطلب منه العون والسداد هو الله سبحانه وتعالى، هذا معناه.
السين والتاء هذا للطلبية، طلب. طيب عانة أي طلب العون من الله سبحانه وتعالى. الله المستعان على ما تصفون، هنا المعنى يختلف. الله المستعان على ما تصفون أنتم أهل الكفار أو المشركون، تشبهون الله عز وجل بخلقه أو تذمون أو تقولون إن الله فقير أو نحو ذلك. الله المستعان أستعين بالله عز وجل على أن ينتقم منكم أو أن يرينا فيكم عجائب قدرته. هذا والله أعلم. نعم، لكن هنا البعض يستخدمها على شقين، بعضهم للعتاب، يعني واحد مثلا جاب لك كلام انه امس حصل كذا، يقول الله المستعان ولا خبرتنا ولا قلتنا. نعم، نوع من العتاب. والبعض الاخر يتعاطف، طريقه لاظهار التعاطف، تشكيله حال معين فيقول لك الله المستعان. يعني هو صحيح الله المستعان في كل لحظه استخداماتها يعني لا ينبغي ان تستخدم في امور الدنيا، في امور لا تكون في الامور الاخرويه، في ايضا امور الدنيا مرتبطه بحياة الإنسان، لكن في أمر تافه مثلا ما شفنا المباراة ولا الله المستعان، يعني ما ينبغي. اسم الله عز وجل لا ينبغي أن يكون في شيء إلا في خير، في بركة. هذا باختصار قياسا على الأيمان. حتى الإنسان أي ولا ولا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم، وأيضا في نهاية الآية ولا تتخذوا الله عرضة لأيمانكم. حتى بعض الناس يعني مثلا الذكر مثلا واحد طبحان غضبان يقول قول صلي على النبي او هلل، هذا خطا. يقول ما بهلل او ما بصلي على النبي، هذا خطا. ذكر الفقهاء انه يكره ان تقول شخص عند النزاع او غضب اذكر الله عز وجل، تكون مستفزه بالنسبة. ايوه، حتى عند سكرات الموت لا ينبغي للاخر. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان اخر كلام من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه. قال العلماء لا ينبغي ان تقول قل لا اله الا الله، تامره، انما يا اخوان لنذكر الله جميعا. لا تحسوا انك انت بغيت يذكر الله هو. احيانا حاله سكرات الموت وشده ويقول لا ما بذكر الله، روحوا تعلموا لا تعلموا ان ذكر الله عز وجل. لا، فلنذكر الله جميعا، لا اله الا الله بس افضل ذكر، بنذكر الله نحن جميعا ما بيذكرونه. فاذا ذكر الله يسكتون. هكذا هكذا، هذا اخلاق وتعاملات شرعيه مهمه جدا. نعم نعم. تحدث بعد ذلك سؤاله الثاني عن صلاة الضحى بعد الإشراق. صلاة الضحى بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس ومضي قدر الرمح، ومضي قدر الرمح. الإشراق ولا الضحى؟ الإشراق والضحى كذلك يدخلان في وقت واحد ويخرجان عند طلوع الشمس، عفوا زوال الشمس، يخرجوا وقت صلاة الضحى وتكون قضاء، تقضى النوافل المؤكدة تقضى. فصلاة الإشراق وصلاة الضحى بعض علماء إمام غزالي يجعلهما صلاة واحدة، وبعض الفقهاء لا، يقول صلاة الإشراق هي صلاة بعد طلوع الشمس ومضي مقدار رمح وهو 16 دقيقة، نعم، أو أربع درج فلكية، كل درجة بأربع دقائق، أربع في أربع بيساوي 16. فهنا يبدأ يدخل وقت صلاة الإشراق، كذلك صلاة الضحى، يعني مثلا قبل أن يذهب العمل يصلي ساعة حتى 6:30 إذا طلعت الشمس. وفي ضابط محدد سهل للناس، بعد دخول بعد الأذان الفجر بساعة ونصف يدخل وقت الإشراق. بعد أذان الفجر. أذان الفجر ساعة ونصف عندنا في حضرموت يدخل وقت الإشراق مباشرة. نعم. كضابط. ومعه يدخل وقت الضحى. ومعه وقت الضحى. فالموالاة بينهما جائز. جائزة. تصلي الإشراق بعدين تصلي صلاة الضحى، لا إشكال في ذلك. نعم. بعضهم يجعلون صلاة واحدة، ولكن أفضل بنية تكسر. بنية واحدة. بنية واحدة. دية الجمع. الجمعة هي عندهم أصلا صلاة واحدة، ليست هناك صلاة الإشراق هي المقصود بها صلاة الضحى نفسها. نعم نعم. جزاكم الله خير دكتور. أختنا أم عبد الله تسأل عن دعاء الاستفتاح في التراويح، هل نأتي به في أول ركعة أم كل يستحب ركعتين؟ في كل صلاة ما يستحب في أي صلاة، الاستفتاح، دعاء السجود، الجلسة ما بين سيدتين كاملا، قراءة ما تيسر من القرآن الكريم. نعم، كل السنة، السواك في كل ركعتين، سواك دعاء الاستفتاح مطلوب في كل ركعتين. نعم نعم، السواك كل السنن مطلوبة في كل ركعتين. نعم جزاك الله خير دكتور. السؤال الثاني عن إقامة صلاة، ما في إقامة، الشروع في الصلاة دون الإقامة. صلاة صحيحة، وقالت إنه في مسجد لا أدري قد يكون ما يأتون بالإقامة بالميكروفون، ما يأتون بالميكروفون، والأصل إنه الميكروفون هذا للأذان فقط، أما الإقامة هي للحاضرين فقط،
الإقامة المقصود من إعلان الحاضرين أن الصلاة قد قامت، فلينبغي بميكروفون يعني الإقامة للناس اللي برا. أيوة لا عشان يأتون يخبون ما يصير. حتى في أيام السلطنة القرطية في قرار منع استخدام ميكروفون في إقامة الصلاة وغير ذلك. في أيام السلطنة القرطية ذكرت في رسالة لي إعلام الخاص والعام بأن إزعاج الناس بالميكروفون حرام، إزعاج الناس ما يصح سواء كان بعبادة أو محاضرة أو ذكر أو غير ذلك، ما يجوز إذا في ضرر على الناس، ولا ضرر ولا ضرر في الشريعة الإسلامية. فإقامة صلاة الفريضة يستحب لها إقامة، من تركها ترك الأجر. أما صلاة التراويح فلا يستحب لها إقامة. ولا تقول صلاة جامعة، هذا خطأ. بعض المؤذنين ناس يصلون الصلاة جامعة، صلاة جامعة صلاة الكسوف الواردة، صلاة العيد قياسا. وفي رواية عند البيهقي وذكر النووي أنها حديث مرسل، كان صلى يقوم صلاة العيد الصلاة جامعة مرسل والقياس يعضده. أما صلاة التراويح فلا يستحب باتفاق المذاهب أربعة تقول صلاة جامعة، تقول صلاة القيام، صلاة التراويح حثابكم الله. أما صلاة جامعة غير صحيح، ما ورد. نعم. والشيء بالشيء يذكر ونحن في ختام هذه الحلقة، استخدام مكبرات الصوت في صلاة التراويح قيام الليل خصوصا، حيصير هذا إطلاقا إزعاج الناس. قال هذا كيف تزعجهم بالقرآن، هذا ما في إزعاج. لا، في ناس في المسجد في البيت من يصلي، في النساء بيت من مريض، في بيت الكبير السن، في بيت العاجز، الناس يقرون قرآن، لا يصير أبدا. قد يكون يصلون برضه في البيت. وفي قرار من الوزير بمنع استخدام ميكروفون في قيام الليل، في الليل واستخدامه في المحاضرات وفي الدروس، إنما ميكروفونات داخلية. أنت بغيت الناس يسمعون ليش؟ يا والعياذ بالله قد يدخل حتى فيه الرياء، اسمعوا أصواتنا واسمعوا قراءتنا أو نحن شلون نصلي هنا أو نحن هنا، هذا ما يصير. فبطبع هذا قرار موجود، قرار في وزارة أيام السلطة العطية وقرار وزيري وزارة، عندي نسخة منه وكتبته في هذا، أرفقتها بالقرارين بكتابي العام الخاص والعام بأن إزعاج الناس ميكروفون حرام. الصلاة الناس خلاص الفروض هذا متحملين، مع أن الصلاة حتى الفروض إقامة الصلاة ما ينبغي، لأن الناس أفسد الأذان فقط، الأذان فقط الناس يقومون حتى في تريم في سيئون في الشحر ما يصلون بالميكروفونات، يمكن الآن تعودوا الآن، ولا أصلا في من غير ميكروفونات إلا داخلية فحسب، يعني ما يصير. حتى بعض الناس الآن ما يخرج المسجد إلا إذا سمع الميكروفون أقاموا الصلاة، يخرج خب يجري. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتيتم المساجد فأتوها على سكينة ولا تأتون وأنتم تجرون أو تسعون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يأتي خب، كيف أين الخشوع سيدركه؟ سكينة ووقار. سكينة، أحد قال سكينة وفار، قال المسجد سكينة وفار، كان قال سنة، قال وين قريته؟ قال في كتاب يستحب أن تذهب المسجد بسكينة وفار، قال نقطة وقار راحت وسكينة شددة سكينة أو سكينة سكين. هذا قراه هو ولا رجع من كان شيخه كتابه فأخطأ أكثر من صوابه. أسر الله العافية والعافية، جزاكم الله خير دكتور زين في هذه الحلقة، شاكرين تواجدك الدائم معنا. وكتب الله ذلك في ميزان حسناتكم ونفع الله بكم. حضرموت قناة عظيمة إن شاء الله تعالى، وربنا يجعل على اسم على مسمى تكون فيها إن شاء الله تعالى نفع للناس على منهج البلاد، يعني أننا نسير على منهج البلاد، مذهب الإمام الشافعي، مذهب السنة الوسطي، لأن نشر الإسلام في أفريقيا في في شرق آسيا وإندونيسيا، أكثر العالم اليوم المسلمين في إندونيسيا، من دخل على أيضا الناس حضارهم على هذا المنهج الوسطي المعتدل الذي دخل الإسلام من غير قطرة دم، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير، تستمر هذه المدرسة إن شاء الله بإذن الله. وأنتم أيضا أخوة الأخوات المشاهدين، نشكركم على حسن مشاهدتكم وبقائكم معنا حتى هذه اللحظة من ختام هذه الحلقة، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة يوم الغد. حتى الملتقى، دمتم في حفظ الله ورعايته.